يواجه عدة مخاطر حقيقية. الخطر الأول يتمثل في وجود الجماعات الإرهابية التي تجتاح العالم كله، وقد رأينا ما حدث في الموصل في العراق، ورأينا ما حدث في كرب في سوريا، ورأينا أيضا ما كان على نطاق شفيف ما حدث في مصر بعد الحادثة التي يطلق عليها الأمنية حادثة مديرية أمن القاهرة يوم 24 يناير 2020.